السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بيقول هو لازم أتعلم البروماتيرا عشان أقدر أتعلم سينكرو، ولا كفاية إن أنا شغال على ريفت وحد يفضل لي من البروماتيرا للسينكرو؟ لا مش شرط خالص إن أنت تشتغل على البروماتيرا. ليه؟ لأن في ناس متخصصة في البروماتيرا اللي هم اسمهم البلانرز، اللي هي الناس المسؤولة إنها تعمل خطة زمنية وإنها تتابعها وحاجات زي كده. فكل المطلوب إن هو بيصدر لي الحاجة، تمام، او بيديني اكسس عليها او يديها لي مثلا ام اس بروجكت. المهم ان يبقى في حاجات مشتركه او في بوابات نقدر نتقابل فيها، بحيث سلم لي شغل نظيف وسلم شغل نظيف. فمش لازم، تمام، لو انت حابب تتعلم خير وبركه، ما فيهاش مشكله. يعني انا كنت شغال في شركه في قسم البلانر، فكنت فعلا انا كنت مسؤول عن الفور دي، كنت بستلم الشغل وببدا اكمل الشغل عليه. بعد كده اتفقت مع البلانر ان هو يشرح البروموفيرا، والحمد لله اتعلمته واشتغلت عليه وسهل جدا، يعني مفيش مشكله، تمام. فلو انت حابب تتعلم او لو انت عندك شغل كافي او انت حابب تركز في الشغل بتاعك، خلاص خد الشغل منه واشتغل عليه، كمل عليه في السينكرو او النكس اوفيس.